سلام. اليوم يا شباب راح نشوف شخص راح يسوي بركان من اعواد الثقاب. مثل ما تلاحظون جايب مجموعه جدا كبيره من اعواد الثقاب راح يسوي فيهم تجربه. طبعا في البدايه راح يخطط كيف راح يكون البركان، كيف بيكون شكله. فابتدا يسوي التخطيط، قص الورقه وبدا يرسم عليها الشكل اللي المفروض يصير. والحين بيبتدي طبعا يقص الكرتون اللي سواه. اوكي، المفروض انه يكون بهالشكل، بس كيف بيسوي بشكل دائري؟ هذا الشيء ما ادري عنه. اوكي، جاب ثنتين. اوكي، حركه حلوه عشان تكون هي القاعده يعني. الحين بيقص الارض او لا؟ هذا عشان يلصق اتوقع، بس بقصة المفروض. لا والله ما بقصة. اوكي، بخلي القاعدة بالطريقة هذه. وطبعا مثل ما تشوفون بدأ يحط اعواد الثقاب حاليا بالطريقة اللي هو يبيها فيها. طبعا اول جهة عنده، طبعا هي جهات كثيرة اللي راح يسوي فيهم. مثل ما تشوفون سوى حاليا تقريبا جهة واحدة، وعنده اربع جهات بيسوي فيهم البركان هذا. انتهت الجهة الاولى. اوكي، بيقص. اوه، بدا يقص الكرتون. خلاص ما له داعي. قص الكرتون مع انه كان يمدي يحطه اتوقع عادي. بس بشيله علشان ما يبين في شيء في النص يخرب. فمثل ما سوى قبل شوي سوى الحين بدا يرفع ويحط اعواد الثقاب. طبعا مجموعه جدا 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 كبيره. رقم جدا كبير من اعواد الثقاب قاعد يستخدم. نفس هذا الشخص شفناه في السابق يسوي مقطع، يسوي اللي هو سبايدر مان. مو من فترة طويلة، اتوقع اقل من اسبوع نزلنا المقطع، سوى سبايدر مان باعوار الثقاب بعد. شنو بعد بيسوي؟ واحد ثاني ما ادري. يمكن هاي، يمكن بيسكر فوق، مو متأكد صراحة. قاعد يسوي شيء ثاني بس مو متاكد شنو هو. قاعد يلصقهم، يحط ويلصق. يمكن بيعتمدهم كقاعده. هذا اللي باين عندي، بيعتمدهم كقاعده. لا والله، يحطهم فوق. اوكي، حطاهم فوق. سوى حركه وسواهم فوق. حلو. هذا الشكل. ايوه، وش بسوي الحين؟ جاب مجموعة، وش بسوي؟ كيف فهمت؟ بيحط ثلاث مع بعض، تالي بيعبيها كامل من داخل بالش اسمه؟ بالاعواد اتوقع. لا دقيقة، قاعد يسوي حركة يعني ما بيخلي الموضوع عادي، لا بيسوي ديكور، بيسوي حركات على المكان. نسوي النص. قاعدة. هذا ما عاد بركان، صار شيء رهيب. قاعد بيسوي اشياء زيادة، قاعد يحاول يطلع بأفضل شكل ممكن. أي شخص ما ضغط زر لايك، اضغط زر لايك إذا تحب هذا النوع من المقاطع. اضغط زر لايك يا صاحبي. أوكي. هاي يسوي حركة. تلاحظون ان مسوي دائرة فاضية، ما اعرف ليش. بدا يعبي الدائرة نفسها. عباها فل. كلها اعواد ثقاب. بدا يقص الكرتون. اوكي. ده. وش ده؟
اوكي حركه يعني، وقاعد يسوي اكثر من شيء، صاير كانه مصنع. اوكي قاعد يثبتهم زياده ما يبيهم يطيحون. بعد في شيء اخر شكله بيسوي، لا بيثبت هذه. اوكي ثبتها في الارض. اوكي قاعد يحط اعواد كانه طريقه وشيء مثل هذا. شال اللي فوق بس اللي ممكن انه يشتعل، شال. اتوقع بيحطه هني فوق المفروض. يب حطها فوق عشان يشتعل. الفكرة قوية ترى. بيسوي مسار في النص. وهذيلا بيعبيهم داخل. ترى اتوقع انه استهلك مجموعة كبيرة جدا 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 من اعمال الثقاب. حط هذا داخل، وش بيصير؟ استعدوا لشيء مو طبيعي راح يصير بالمقطع هذا. اوه بجرب برا. اوكي ما نسمع صوت. لا 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 قاعد يصير. هاي دخان بس شكلها. يلا استعدوا. لا 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 استعدوا. وصل. يا ساتر. يا ساتر. يا ساتر. من كاميرا ثانية. طبعا الأشياء هذه ما يمزح فيها أبدا. لا أحد يجرب يسوي هذا الشيء نهائيا. حتى صعب أصلا ولا حب يفكر من الأساس. يا حبيبي يا حبيبي تجربة رهيبة جدا فعليا، وتعب على الشيء اللي سواه، وفي النهاية التجربة طلعت بأفضل صورة ممكنة. يعني الأمانة أتوقع خسر مبلغ جدا كبير، مبلغ جدا 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 كبير واضح يعني على عدد الأعواد اللي استخدمهم واللي حطاهم داخل. المبلغ جدا جدا كبير اللي حط فيه في المقطع هذا عشان يسويه. شوفوا الأشياء اللي قاعد تطير من داخل. تجربة رهيبة. اكتبوا لي تحت اذا تبون اشوف مقاطع اكثر من نفس هذا النوع، ان ناس يسوون اشياء باعواد الثقاب ويجربون يسوون يعني اشياء مثل هذه. لو تلاحظون طاح عن القاعدة خلاص، تفحم كل شيء تفحم كل شيء. شوفوا كيف مع الوقت ايش صار. هذا اللي صار مع الوقت. بعد بيطيح. انهار. الطاولة اتوقع انها ضد النيران. ما ادري هي شكلها مو خشب. بما انها ما قاعد تشتعل. شوف النار داخل. قاعد يرشونها بالماي. ولا هذا مطر ولا شنو بالضبط؟ هذا اللي صار في النهاية. هذا اللي صار في النهاية. يا ساتر. لا تجربة أسطورية. في حبايبي هذا مقطعنا بشكل كامل. أتمنى عجبكم المقطع. أتمنى كلكم تضغطون زر لايك، تشتركون في القناة إذا كنتم مشتركين. لا تنسوا كلكم تشتركون في القناة الرئيسية. الرابط موجود تحت في الوصف أو الديسكربشن. ونشوفكم على خير بإذن الله في مقاطع أخرى.
مع السلامة. اللايك أمره مهم طقه ولا تهتم، من ضمن لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على أمم، هذا جيشنا يا عم، والأسيار أسطورة تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه أسهل وسيلة، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة. أما